جماعة، أنا لو فضلت أشكركم من هنا للسنين الجاية أنا مش هعرف أقول لكم إيه ولا أديكم حقكم في كمية المسجات اللطيفة على الفيديو اللي فات، كمية التشجيع مش طبيعية، كمية الناس اللي دخلت على الانستجرام تعمل لي فولو ودخلت تكتب لي مسجات حلوة، أنا مش عارفة أقول لكم إيه. أنا بجد يا جماعة وما بهزرش ومش ببالغ، بس أنا أنتوا ما تعرفوش الحوار ده عني، بس أنا بعيط من المسجات الحلوة. انا امبارح بالليل في بنوته دخلت كتبت لي مسجات حلوه قوي لدرجه بجد، وانا عماله اقرا انا كنت بعيط من كتر الفرحه، والناس ان في ناس بتثق فيا وان انتوا اصلا ما شفتونيش، فبجد دي نعمه كبيره جدا من عند ربنا. مبسوطه ان انا فيديوهاتي خفيفه على قلبكم وما تكونش تقيله خالص، فبجد يعني انا حاليا انا ممكن اعيط دلوقتي، فخلينا بس نبدا في الفيديو علشان بس يعني ما اعيطش، وانا عندي اصلا بكره امتحان بكره الحد، فادعوا لي ان انا اعدي من بكره على خير. انا هانت قدامي الخميس واكون خلصت، ادعوا لي بقى اخلص كده على خير، وان شاء الله ثالثه ثانوي بدايتكم بكره، ربنا معاكم وما تقلقوش محدش يتوتر، عادي امتحانات زي اي امتحانات وربنا بيدينا على قد تعبنا، فربنا معاكم. وطمنوني لو اي حد في ثانويه عامه يكتب لي مسج تحت. الفيديو بقى بتاع النهارده هكلمكم عن روتين كامل تحت ال 100 جنيه، مفيش غير حاجه واحده هي اللي غاليه سعرها 170 جنيه، بس بجد الروتين ده للبشره المختلطه والبشره الدهنيه بجد من احسن المنتجات اللي انا جربتها، وحرفيا هي منتجات مصريه وسعرها تحت ال 100 جنيه، يعني هي منتجات رخيصه بس خطيره تحت ال 100 جنيه. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وكومنت حلو، وتابعونا على الانستجرام وعلى التيك توك. انا جايبه لكم 3 انواع غسولات علشان تختاري من اللي انت عايزاه واللي انت حابه، وكل واحد بسعر، بس ما فيش حاجه زايده عن ال 130 او ال 120، هم كلهم تحت ال 100 جنيه، وهو في واحد بس هو اللي 100 120. اول واحد معانا وهو الغسول بتاع ستارفل ده، كده شكله اهو، ده الغسول بتاع ستارفل زيت شجره الشاي. بصوا بقى الغسول ده مناسب للبشره المختلطه والبشره الدهنيه المعرضه للحبوب وبس، اي بشره تانية اوعي تستخدمي الغسول ده. الغسول ده بقى بيعمل زي ما انتم شايفين، بصوا انا مخلصه نصه قد ايه، بجد الغسول ده بالنسبه لي المنقذ. طب بيعمل ايه؟ اولا بينظف الوش حلو قوي، بينظف الرؤوس البيضه والرؤوس السوداء للناس اللي بتشتكي من الرؤوس البيضه والسوداء، بجد انا برضو كنت بشتكي من الحوار ده، بس الغسول ده قللها قوي، فبجد ده من احلى الحاجات اللي هو بيعملها. وغير كده بيحتوي على سلسلك اسيد اللي بينظف المسام وبيقلل من شكل المسام وبيخلي شكل المسام بيبقى شكلها الطف بكتير. فالغسول ده بالنسبه لي حاجه اساسيه بستخدمه بالليل، بحب اعمل الروتين ده بالذات بالليل، بستخدم الغسول ده وبقيه الحاجات هي اساسيه، المرطب او السيرم اللي انا بحطه سعره كان ب 90 جنيه. طيب لو عايزه بقى حاجه تفتح بشرتك او تديها نسبه نضاره، مش التفتيح اللي هو الاوفر، تديها نسبه نضاره، البشره تكون نظيفه، المسام نظيفه، وفي كمان سلسلك اسيد وهو الغسول بتاع جارنيه اللي هو بالفيتامين سي، ده للناس اللي بتشتكي من التصبغات، الناس اللي بتشتكي عايزه توحد لون البشره، لازم نستعمل غسول فيه فيتامين سي، مرطب فيتامين سي، سيرم اللي هو كل حاجه اللاين كله يبقى فيتامين سي، ده اخر مكون من مكوناته سلسلك اسيد. بس انا عايزه اقول لكم هو تنظيفه تحفه، في سلسلك اسيد بس ضعيف لدرجه ان هو مش بينظف رؤوس البيضه ولا السوداء اللي هو بقوه زي اللي هو الستارفل. يعني انا بالنسبه لي الستارفل ده تحفه، اصلا عايزه اجيب لكم الستارفل اللي هو لونه ابيض اللي هو الوايتنج ده، عايزه اعمل لكم عليه ريفيو تاني عشان الناس الجديده اللي دخلت اللي ما تعرفش اي حاجه عن الغسول ده، فبجد الغسول ده برده لسه مازال هو ب 90 جنيه. ان الغسول بتاع جارنيه ده ب 100 جنيه او ب 105، بصوا هو سعره كان مكتوب، لا هو سعره كان مكتوب ب 105 او ممكن تلاقوه اقل من كده، فبجد الغسول ده حلو، بس البقيه اللي انا الاحظه ان هو بينشف البشره شويه، مش اللي هو بينشفها الاوفر، لا بينشفها كده حاجات بسيطه، انت بتبقي بس محتاجه مرطب. فبصراحه انا ده عاجبني جدا، وعلى فكره انا جايبه منه ازازه تانية، وعايزه اقول لكم ان انا معايا ازازه تانية اهي سعرها 105، بصوا ازازه لسه زي ما هي. على فكره دي العلبه الاولى اترمت، دي العلبه الثانيه ودي العلبه الثالثه، في ناس كتير قوي بتشتكي منه ان هو وحش، وهو بصوا يا جدعان هقول لكم على حاجه، هو مناسب لكل انواع البشره ما عدا البشره الحساسه عشان ريحه الليمون اللي فيه قويه جدا، ريحته قويه قوي لاي حد بشرته بتتحسس من الليمون، اوعي تجيبي غسول فيه فيتامين سي لان بجد هيحرق الدنيا جدا وهيبهدل لك بشرتك. طيب الغسول اللي بعد كده وبالنسبه لي بقى التوب هو بتاع ستارفل، بجد خطير، بقالي فتره قليله قوي بستخدمه، هو الغسول بتاع شانجل ده. جماعه انا عمري ما شفت غسول
تحفه زي ده من غير مبالغه. بصوا بقى، بينظف البشره، ما فيهوش اي روائح، يعني هو ده اصلا طبي عامه، حاجات شانجل من الحاجات الطبيه، فبجد ده من احلى الغسولات اللي انا جربتها. غير كده ان هو فيه فيتامين اي وفيتامين سي، فهو بيرطب البشره بطريقه مش طبيعيه، مناسب لكل انواع البشره، حتى البشره الحساسه، مناسب للبشره العاديه والجافه والدهنيه والمختلطه والحساسه. بصوا خطير بجد، حته منه بترغي، وبجد من احلى الحاجات اللي انا استعملتها. وبينظف على فكره الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، وبينظف المسام، وبيخلي وشك بيور قوي كده وصافي، بجد من احلى الحاجات اللي انا جربتها. وده كان سعره 120 جنيه، متسعر اصلا مكتوب عليه السعر 120، مش عارفه انتوا هتشوفوه ولا لا، بس هتلاقوا السعر هنا اهو، بس انا جبته في عرض كان ب 100 جنيه، فده بالنسبه لي تحفة. بعد كده وحاجة أساسية وهفضل أتكلم عنها، وهي الصن سكرين. ده ما فيهوش نقاش، ما حدش يدخل معايا في نقاش الصن سكرين. بصوا بقى، ده شكل الصن سكرين اللي بستخدمه، بوبي جيل أنتي شاين. الجل مناسب للبشرة المختلطة والبشرة الدهنية، لو أنت بشرتك عادية أو جافة هتجيبي منه المكتوب عليها كريم، ما تجيبيش جل. ولو عايزة حاجة تغنيكي شوية عن الفاونديشن او الكونسيلر، هتجيبي اللي هو الصن سكرين مكتوب عليه تنتد. بالنسبة لي بوبي جل من احلى انواع الصن سكرين اللي انا جربتها. وعلى فكرة انا لسه جايبة صن سكرين جديد، مش هوريه لكم دلوقتي، بس اصبروا كده عليا شوية، هجمع لكم شوية حاجات هجيبها وابقى اقول لكم بقى فيديو كده كامل وكل الاسعار. فبالنسبة لي ده تحفة، وعايزة اقول لكم انا جايبة لكم صن سكرين سعره اقل من السعر بتاع بوبي جل، بس لو دخل في عرض هتاخدوه بسعر اقل، لو بره العرض هيبقى سعره تمام زي بوبي جل، بس بجد حجمه كبير اكبر من بوبي جل. بوبي جل ده على فكره 60 جرام، سعره 170 جنيه، اللي انا جايباه حجمه 200 جرام. بص بقى، بالنسبه للمرطب، الناس طبعا احنا اساسيات البشره خلينا متفقين ان هي غسول مرطب سان بلوك، غسول مرطب سان بلوك، دي كده اساسيات البشره. طيب عايزه مرطب بامانه يبقى حلو للبشره المختلطه، البشره الدهنيه، وانا مجرباه ومخلصه منه، وبجد انا هنزل اشتري منه تاني، وهطلع لكم كده في فيديو كده هجيب شويه مشتريات وهوريها لكم. ده هو بتاع شانجل. بامانه يا جدعان، حاجات شانجل دي لا يعلى عليها طبيه، ما فيهاش روايح، ما فيهاش اي حاجه، ما بتعملش حبوب، ما بتعملش اي حاجه. وانا هسيب لكم الصوره هنا بتاعت شانجل. فالمرطب ده بامانه تحفه، ولسه سال عليه سعره 150 جنيه. هو طبعا غلي وكل حاجه غلت، بس ده احلى مرطب بالنسبه لي انا جربته. طب يا سندي احنا مش عايزين نجيب المرطب ده عشان سعره غالي. طيب يا ستي، هتروحي الصيدليه كده زي الشطره، هتقولي له عايزه مرطب رخيص. انا كنت فاكره في دكتور قال لي على اسم مرطب، لو عرفت هسيب لكم هنا اسمه على السكرين، سعره ب 45 جنيه من الصيدليه. بصوا بقى، انا عارفه اللي انا هقوله ده هي حاجه غاليه قوي، بس بقى طالع منها دلوقتي التقسيم، يعني مثلا ابقى عايزه مثلا في ستور او محل كده بيبيع مثلا من المنتج ده تقسيم، اللي هو ايه بقى، باخد مثلا كميه 50 جرام او باخد 100 جرام، سعر مثلا بيبقى في حدود كام، 65 جنيه ل 50 جرام، 70 جنيه ل 50 جرام، ال 100 جرام ساعات بيبقى 100 110 في الحدود دي. وهو بجد حاجه ما اقدرش استغنى عنها في الروتين بتاعي، وهو اللي ماسك الطمي بتاع ازاتك اللي هو ده. بصوا، ويا ريت يا ريت لو انتوا هتجيبوه تقسيم نتاكد ان هو الاصلي يا جدعان. ده بقى فيه منه المضروب كتير قوي، انا ده على فكره كنت طالباه من على امازون، لا كنت طالباه من على نون، وكان سعره ب 400 وشبه، هو بيبقى شكله بودر كده من جوه، هو كده هو شكله بودر، بنحط زي ربع مثلا ربع معلقه، ونحط عليه نقطتين ميه دافيه او نقطتين ميه ورد، وبتفرديه على وشك وتعمليه لمده 10 دقايق وبينشف وبتغسليه. بامانه هو ابي طبعا بينشف الوش جدا، وبيبقى محتاج ترطيب بعديه. ده رؤوس البيضاء والرؤوس السوداء مش هتلاقيها موجوده، المسام هتلاقيها نظيفه جدا، بشرتك هتلاقي كده اللي هو بقت فاتحه كده شويه، بجد ده من احلى الحاجات اللي انا جربتها. وبامانه هو يستاهل 400 جنيه، علشان اولا حجمه كبير، تستخدمي منه ربع معلقه، فربع معلقه دي يعني ده هيقعد معاكي وقت طويل جدا، لان هو اصلا حجمه 500 جرام تقريبا، انا اعتقد ان هو حجمه 500 جرام، برضو مش كاتبين قد ايه الحجم، بس انا اعتقد هو 500 جرام. وعلى فكره انا لو لقيت بديل ارخص ليه هبقول لكم عليه. بعد كده بقى اخر حاجتين، لو انت عايزه مرطب حلو جدا وينفع كمان للركب والاكواع والشفايف، يعمل كل حاجه وسعره ب 95 جنيه وهو فازلين، بامانه يا جدعان كل ده هيقعد معاكي وقت طويل جدا.
قوامه تقيل بيرطب حلو قوي. او لو انت مش عايزه تجيبي اي مرطب خالص وعايزه تصرفي بقى على المرطبات، هاتي ده يغنيكي عن اي حاجه، وهو ده فازلين وهاتوه الاصلي عشان بقى فيه منه المضروب. طيب لو عايزه حاجه تحطيها كل يوم وتديكي جلوسي حلو قوي وتديكي لون بينكي كده خطير، وهي الفازلين دي، دي تحفه بامانه، تحفه على ضمانتي. هاتوها ولو حد مجربها اكتبوا لي تحت في الكومنتات اوريكم شكلها من جوه عامل ازاي. بجد دي تحفه، دي حاجه كده وهم، وبتاخدي منها حته بصي بتظبط لك الدنيا على الاخر. بصوا ده شكلها، شايفين يا جدعان؟ بصوا انا مخلصه منها قد ايه ولسه فيها قد ايه، انتوا متخيلين الحجم ده؟ 20 جرام، قاعد معايا كتير قوي. من احلى الحاجات اللي انا اصلا وانا نازله ببقى رايحه اللجنه ببقى حاطه منها، وباخد بتاعت ايفون كده الصغيره علشان شفافي بتنشف جدا الايام دي. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو عندكم اي سؤال اكتبوه لي تحت في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.